السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهاردة بقى هنعمل العجينة السحرية، عجينة من الاخر هعملها قدامكم، بس ان شاء الله مش هنزلها الا لما انزل فيديو التجربة، وان شاء الله هسيبه لكم في صندوق الوصف زي ما تعودنا معاكم. اي حاجة بننزلها على القناة لازم نجربها. انا دلوقتي ده قمح بليلة، ده كده قمح بليلة. قمح البليلة ده انا خدت نص ربع كيلو طحنته على الخلاط بتاع اللي بتطحن عليه السكر زي كده، وده دي زيرو نفس الكمية، وده رغيفين عيش ناشفين، وده بقسماط، ودي طبعا ورقة رين كلكم عارفينها، وديت 4 معالق سكر ومعلقة ملح، وده مصارين. انا مش هاخد المصارين، انا هاخد الاحماض اللي جوه المصارين عشان الزفاره. السيدين اللي قدام فاهمين الكلام ده كويس. انا هحط ده كله كده، وده معلقه نص معلقه كبيره توم باودر، وفصين توم مهروسين كده. طبعا السكر والحاجات دي عشان يلم معايا العجينه شويه ويخليها ما تخش في الميه بسرعه. والحاجات اللي موجودة دي كلها، كل المواد الفعالة اللي موجودة فيها هسيبها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف مع فيديو التجربة. انا دلوقتي هبدأ احط في حاجة واسعة زي كده. ادي الدقيق الزيرو، ده الدقيق الزيرو اللي بيتباع عند العطارين، وادي القمح البليلة المطحون، وادي دوت رغيفين العيش او رغيفين العيش اترموا قبليهم، وده القمح المطحون، ادي البيكنج باودر والثوم اهم، وادي البقسماط، ده البقسماط نفس الكميات، ده موجود عند العطارين وموجود في الفرن بتاعت الفينو، وادي السكر مع الملح، معلقه ملح و4 معالق سكر عشان يخلوا العجينه بتاعتي ملمومه وتقعد اكبر وقت ممكن في الميه، وتخليني كمان ارمي حداف من غير ما تحل من على السن. هيبقى فاضل معايا الريم دوت هقطعه طبعا حتت صغيرة وهعمله مع العجين، وهخش دلوقتي المطبخ وهوريكم هنعمله ازاي. خليكم معانا. اهو يا شباب الاحماض انا بفضيها من المصارين اهي كده اهو. انا بعوز الاحماض بس اللي جوه المصارين، بعملها كده اهو. دي مسؤولة عن الزفارة معايا، دي بزفر بيها المكان. كان زمان بقى الصيادين بيعملوا العجينة بتاعتهم بزبل الفراخ والحمام والحاجات دي، وكان بيجيب معاهم احلى قراميل. العجينه دي بقى لجميع السمك اللي عايش في المايه العذبه. وادي اهو ده الريمه اهي، قطعتها خالص وعملتها بميه كده، وهبدا بقى ايه انزل بالريمه الاول هنا اهو على كل الاضافات اللي انا حطيتها المره اللي فاتت كده اهو. الحاجه دي هخليها في الاخر هوريها لكم، وهبدا بقى ايه اعجن، وكل ما تعوز ميه هديها ميه. افضل اعجن فيها كده اهو، تعجن فيها جامد، وكل ما تعوز ميه تديها اهو. ده بقسماط على دي زيرو على رغيفين عيش مطحونين على 3 معالق سكر على معلقه توم باودر وفصين توم مطحونين، معلقه ملح، والريمه بتاعتنا، والاحماض موجوده اهي زي ما انتم شايفين. نقعد نعجن فيهم كده بالطريقه دي، هرجع لكم تاني بعد ما اقرب اخلصها. خليكم معانا. بعد ما بعجن شويه كتار بحط الاحماض بتاعتي كده اهو، دي اللي هتزفر لك العجينه جامد جدا. هي بتبقى العجينه الريمه بتخليها فيها شبه من عجينه الطعميه، وبتفضل تعملها كده اهو، بتبدا بقى تتزفر معاك العجينه. العجينه دي اي سمكه بتاكلها وبتاكلها بجنون، وان شاء الله هنجربها لكم على الميه، مش كلام وخلاص. زي ما عودناكم اي حاجه بنعملها لازم فيديو التجربه ينزل الاول. ان شاء الله هتلاقوا الفيديو ده نزل، وفي صندوق الوصف ان شاء الله هتلاقوا فيديو التجربه.
انا هقعد اعمل فيه كده حوالي 5 دقايق لحد ما يتفعل، وبعد كده ارجع لكم تاني اوريكم شكله النهائي هيبقى عامل ازاي. خليكم معايا. بصوا يا جماعه، دي معلقه زيت اهي، بتحطها كده اهو، بوزعها كده كده اهو. عشان ايه ما تلزقش معاك، بفضل اعجنها كده، هعجنها شويه كمان وهوريكم في الاخر ايه هتعمل ازاي. خليكم. اه يا رجاله اقفل يا خالد المقطع ده. اه يا رجاله كده، بص هتعملها بس وانت بتحطها في الكيس، هتعملها بس ايه بشويه زيت، هي بقى اهي نضيفه اهي زي الفل، وانت بتحطها في الكيس كده عشان ايه تقعد معاك اكبر وقت ممكن في التلاجة. تقفل كده وهتحط دي في التلاجة وواحدة تصطاد بيها. اهي بص ده اهي، ده ان شاء الله عجينة تأكل بيها جميع انواع السمك، اي نوع سمك في المية العذبة ياكل بالعجينة دي. ان شاء الله هنجربها، وفيديو التجربه باذن الله هسيبه لكم في صندوق الوصف لما انزل لكم الوصفه دي. ودلوقتي ان شاء الله انا هطلع اجربها على الميه. على فكره لما كل ما تقعد معاك في الثلاجه كل ما تبقى احسن بالشكل ده كده، وتتحط في الدرج بتاع الثلاجه، تقعد معاك يومين ثلاثة أربعة خمسة أسبوع، طول ما هي قاعدة معاك بتبقى زفرة وبتشتغل معاك 10 على 10. أنا هطلع إن شاء الله هجرب واحدة منهم على المية، والفيديو بتاعهم هسيبه لك في صندوق الوصف. لو عجبك الفيديو ما تنسناش في الاشتراك ولايك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس حاطين هم ده بالعجينة يا جماعة، ده معزمة، ده بالعجينة. احنا هو اللي جربناه اهو اول نازله، بفضل الله حتتين اهم اهم، دي اول نازله بالعجينه يعني. عجينه 10 على 10 وزي الفل والله، من اول ما بتنزل بتاكل معانا. خليكم معانا وان شاء الله اللي جاي احسن.